طيب لو هتكلم على عفروتو وبتتفرج على الجيل الحالي، انت دايما كان مركزك مهاجم تاني او وسط ملعب صح كده؟ بلعب ممكن بلاي ميكر تحت الفراوده، او بلعب هاف رايت او هاف ليفت. طيب دلوقتي في الجيل اللي موجود الحالي، في تحركاته، في جريته، في انطلاقاته، مين قريب من عفروتو؟ او انت لما بتتفرج بيفكرك ان انت كنت بتتحرك كده او بتشوط كده او في لعيبه كتير كويسه او بحب اتفرج عليها بصراحه، يعني بحب اتفرج على حسين الشحات قوي، بحب اتفرج على قفشه جدا، الحاجات بتاعت قفشه اللي هي الصغيره، الدبل باص والشورت باص والحاجات ديت. بحب امام عاشور جدا، كواليتي مختلف جدا تماما بصراحه، والنادي الاهلي فاد امام عاشور كتير قوي في الشخصيه. لو هنرجع برضك لموضوع الشخصيه، أكيد امام الموضوع عنده اتغير بقى، امام دلوقتي تحس ان هو راجل مسؤول، راجل قادر يشيل فرقه، راجل بيقدر اللي انت تعتمد عليه في اوقات صعبه، فدي ترجع للنادي الاهلي فهو بصراحه لما ربنا. احتفل ببطولة فافتكر هيحتفل كام يوم، قالوا لي لا هي يا ليلة واحدة واقفل عندنا بطولة تانية، قالوا لنا يا جماعة أنا ما اتعودتش على كده. ايوه صح، دي حقيقه فعلا. عندك لعيبه مميزه جدا في النادي الاهلي، انا بحب دايما لعيبه الكوره، يعني انا بحب لعيبه الكوره، يعني بحب طريقه لعب حسين الشحات جدا. حسين الشحات من اللعيبه اللي انت عارف اللي هو هيروح كده وهيرقصك لجوه، وانت برضك مش عارف تاخد منه الكوره. نينجا. لا حسين بصراحه ما طيب شاء الله ومين عليه، مين يعني في الجيل الحالي يعني بيجري زي جري عفروتو في الملعب او تحركاته في الملعب؟ لا هم احسن مني، يعني هم احسن مني كلهم، يعني ف ما ينفعش يعني كل واحد يعني تقصد انت عايز يعني تقول ان كل واحد ليه ستايل ليه مختلف، بالظبط ليه صعب انك تشوف لعيب زي لعيب. يعني صعب. يمكن انت دايما لعيب الكوره بيميل دايما، سبحانك يا رب، بيميل دايما للعيبه الكوره قوي، سواء بقى بيلعب في نص الملعب، بيلعب هاف، بتميل بيلعب للعيب فيرويد، المهاري. بتميل دايما للعيب المهاري. فانت عندك في النادي الاهلي اكتر من واحد، يعني انا بحب اتفرج عليهم بصراحه، قفشه و قفشه وحسين الشحات وامام عاشور وامام عاشور. بصراحه. وبحب مروان عطيه جدا، يعني مروان من مش مهاري، بس ربنا مديله ميزه يقدر يشيل نص الملعب لوحده. بحبه عشان عنده شخصيه.